أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر، بطلع لساني في الذال والظاء والثاء، والألف هنا لا تنطق. واذكر، ما قولش واذكر، خطأ. واذكر عبادنا، في ألف صغيرة بعد الباء، عبادنا جمع مش عبدنا، عبادنا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق. بكسر الهمزة كويس، وإي والسين ساكنة يبقى فيها همس. وإسحاق ويعقوب أولي مش أولى، أولي الأيدي والأبصار. والأبصار، الباء ساكنة يبقى فيها قلقلة. حروف القلقلة كم حرف؟ 5 حروف، القاف والطاء والباء والجيم والدال، مجموعين في كلمة قطب جد، بشرط أن يكون الحرف ده ساكن أو نقف عليه. والأبصار، وفخم الصاد مع الألف، صا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. إنا، النون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين، أخلي بالي من الغنن، النون المشددة والميم المشددة، والنون اللي ما عليهاش حاجة والميم اللي ما عليهاش حاجة وميم الإقلاب، الخمسة فيهم غنة بمقدار حركتين، يعني لازم أطول في زمنهم. إنا أخلصناهم، الهمزة مرققة يبقى وبعدين أفخم الخاء أخ، وبعدين أرقق اللام أخلا، وبعدين أفخم الصاد. أخلصناهم بخالصة الميم عليهاش حاجة يبقى فيها غنة بمقدار حركتين. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. الدال مرققة، ما قولش الدار، ما قلبش الدال لضاد، مش الدار، الدار. بخالصة ذكرى الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى، بخالصة ذكرى الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وإنهم، النون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين. عندنا، النون ما عليهاش حاجة يبقى فيها غنة بمقدار حركتين. وإنهم عندنا لمن
مقولش لمن، لمن لمن المصطفين، مش المصطفين، المصطفين. وفخم الصاد والطاء، المصطى، المصطفين، لمن المصطفين الأخيار. بفخم الخاء ورقق الياء، أخيار. وإنهم عندنا لمن المصطفين، لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر، اتفقنا ان الألف ما بتتنطقش. واذكر، وطلع لساني في الذال. واذكر إسماعيل، أبين الهمزة كويس. واذكر إي، واذكر إسماعيل واليسع، واليسع، اللام ساكنة، واليسع وذا الكفل، واليسع وذا الكفل، وطلع لساني في الذال، واليسع وذا الكفل. واذكر إسماعيل واليسع، واليسع وذا الكفل، مش وذي الكفل، وذا، وذا الكفل. وكل منا، عندي تنوين وبعده ميم، بدخل التنوين في الميم، اسمه إدغام بغنة، عشان كده الميم مشددة فيها غنة بمقدار حركتين. وكل من الأخيار، أخ، أخيار. وكل من الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. هذا ذكر، بطلع لساني في الذال والكاف ساكنة يبقى فيها همس، ذكر. هذا ذكر. وإن للمتقين، وإن، النون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين. للمتقين، للمتى، التاء مرققة، للمتقين لحسنى، لا لحسنى مآب. اللام مفتوحة اسمها لام توكيد، تؤكد الكلام، لحسنى مآب. هذا ذكر، ذكر. وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. جنات، النون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين. عدن مفتحة، عد، عدن، لازم أعمل قلقلة في الدال، قولش عدن، مش عدن، عد، عدن مفتحة لهم. الميم مشددة فيها غنة بمقدار حركتين. عدن مفتحة لهم، تنوين وبعد لام، بدخل التنوين في اللام، اسمه إدغام بدون غنة. مفتحة لهم، تل، تنوين بالفتح. مفتحة لهم الأبواب، الباء ساكنة، الأب، ولما نوقف على الباء يبقى فيها قلقلة. مفتحة لهم الأبواب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون الدال ساكنة فيها قلقلة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وطلع لساني في الثاء بفاكهة كثيرة وشراب وشا وشي وشراب مش وشار وشا وشراب لما نقف على الباء يبقى فيها قلقلة متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم النون ما عليهاش حاجة فيها غنة بمقدار حركتين وعندهم قاصرات أفخم القاف والصاد قاصرات الطرف أخلي بالي من التاء قاصرات عشان ما أقلبهاش لطاء عشان بعدها طاء قلتش قاصرات الطرف خطأ مش طاء قاصرات بالتاء قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف أتراب الطرف بفخم الطاء والراء أتراب التاء ساكنة فيها همس أتراب ولما نقف على الباء يبقى فيها قلقلة وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا أطلع لساني في الذال ما توعدون التاء مضمومة وبعدها واو مادية توعدون ما قولش التو مش توعدون مش تو ما خليش الواو ساكنة مش تو تو دي واو مادية تو توعدون ليوم الحساب ليوم الحساب أنطق اللام ليوم أظهر اللام كويس ليوم الحساب وأفتح الباء يبقى فيها قلقلة هذا ما توعدون توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا النون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين وطلع لساني في الذال لرزقنا ما قولش لرزقنا خطأ ما قلبش ازاي لسين ما قولش لرزقنا لرزقنا اسمه حرف صفير لرزقنا ما له من نفاد بدخل الاتنين نون في بعض اسمه ادغام بغنة عشان كده النون مشددة يبقى فيها غنة بمقدار حركتين ولما نقف على الدال يبقى فيها قلقلة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد